2017 في البحرين اليوم تغطية لأبرز فعاليات الأسبوع السادس من سوق المزارعين واللي لاقت حضور كبير من مختلف الأعمار في حديقة البديع، وبنشوف مشاركة الأطفال واندماجهم في الأنشطة المختلفة اللي يقدمها مهرجان الأيام الثقافي للكتاب في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. الفنان سلمان زيمان في لقاء خاص مع البحرين اليوم يتكلم عن حبه للفن البحريني ومشواره في مجال العزف والغناء. يتجدد أكيد موعدنا الأسبوعي مع الحجية أم سامي وحزاويها اللي تحمل نصايح من خبرتها في الحياة للزوجين عشان تكون علاقتهم ناجحة. فعالية سوق المزارعين أولى فقرات البحرين اليوم واللي ما زالت متواصلة في أسبوعها السادس مع فعاليات وأنشطة مختلفة. اللي ما حصل فرصة أن يزورها هالأسبوع اللي فات، كاميرا البرنامج كانت متواجدة ورصدت لنا الأجواء هناك. طبعا لنا مشاركات عديدة، والسنة كانت مشاركتنا في سوق المزارعين، والفريق له عدة أقسام. عندنا فريق تلوين الوجوه، الرسم الحر حق الأطفال، الرسم الحر حق الكبار، عندنا الحرف اليدوية، عندنا قسم الخطاطين، وعندنا بعد النحاتين والمصورين والتصميم. بصراحة احنا في رابع سنة مشاركين معنا اللي هو سوق المزارعين، وطبعا اللي هي رشحتنا أمانة بدريس المسؤولة عن السوق، وبصراحة ما قصرت ايانا، يعني هي اللي رتبت لنا الشغل هنا وعطتنا بعض النصايح، والحمد لله يعني متوافقين هنا. قاعد كل سنة قاعد يزيد الإقبال ما شاء الله، يعني يجونا من دول مجلس التعاون، ويجونا اللي هو حتى الأجانب البريطانيين والأمريكيين والهنود وكل الجاليات اللي من الأجنبية تجينا البحرين. سوق المزارعين إلى مهرجان الأيام الثقافي للكتاب في نسخته 23 واللي احتوى على وايد أنشطة وفعاليات لمختلف الأعمار. نتابع وياكم فرحة الأطفال واندماجهم في ورشة الموزايك. طبعا ضمن فعاليات مهرجان الايام الثقافي للكتاب 23 نظمنا زاويه ابداعاتنا للسنه الثانيه، ومن ضمن اللي هي الزاويه ورشات تعليميه للاطفال، ورشات ونسمه نقول برامج تقدم للاطفال تحتوي على اللي هو مسرح للعرائس، عندنا اللي هو الكرافتينج، في عندنا اللي هو فن الموزايك، في عندنا مثلا الطبخ الصغير، والكثير من الفعاليات. يعني يجينا الطفل هنا يشتري الكتاب ويهني بعد يستمتع في زاويتنا.
اليوم راح نعلم اليهال اساسات المزيك، شلون مثلا يقطعون قطع المزيك وشلون يلزقون، وبعدين اخر مرحله جروتينج. زلنا مع أخبار البحرين، وفي هالفقرة بنتعرف وياكم على مشروع اقتصادي استثماري ضخم والأول من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بالمشاريع وبرامج الصحة. التفاصيل راح نعرفها مع الدكتورة أمل الجودر، خبير تعزيز الصحة في برنامج يونيدو لتشجيع الاستثمارات الجديدة في مجالات الصحة والعافية. مساك الله بالخير دكتورة، ونورتي. مساك الله بالخير، ومساء الخير على المشاهدين والمشاهدات، ونقول لهم بعد كل سنة وهم طيبين مناسبة السنة الجديدة. وأنت طيبة دكتورة. طبعا أكيد في الأهداف بين منظمة الأمم المتحدة اللي هي للتنمية الصناعية اليونيدو والجهات الصحية تقاطعت، فشنو علاقة اليونيدو بالصحة اليوم؟ اليونيدو مثل ما تعرفين هي من ضمن منظمة الأمم المتحدة، وهي إحدى الوكالات المتخصصة في التنمية الصناعية. فهي طبعا خلينا نقول الهدف الأساسي من تشكيل هذه الوكالة المتخصصة اللي هي الترويج والاستثمار والتنمية الصناعية والاستدامة والنمو الاقتصادي، في نفس الوقت المحافظة على البيئة والعدالة الاجتماعية. طبعا الوكالة أو اليونيدو في البحرين عموما هم يعني جاوا بهذه فكرة البرنامج أو بهذا المفهوم لما شافوا أن المشاكل الصحية يعني منتشرة بشكل كبير، يعني في سواء كان في الخليج في البحرين أو دول الخليج، وأقصد بتحديدا الأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، صحيح، السرطان، وعلى رأسهم السمنة اللي هي مدخل هذه الأمراض كلها جميلة، وزيادة الوزن. ونعرف أن احنا يعني أن السمنة يعني احنا دول الخليج نعتبر من التوب 10 في هذه المشكلة، بسبب يعني انتشارها الكبير بين حتى مو بس بين البالغين، حتى بين الأطفال. فبالتالي هذه المشكلة طبعا تعرف أنها تأثر حتى على اقتصاد أي دولة، تأثر على إنتاجيتها. فالصحة صح ممكن ما تكون كل شيء، لكن كل شيء بدون الصحة ما يساوي شيء. صحيح. فبالتالي يعني جاءوا بهذا المفهوم انه هو يلاقون حل لهذه المشكله الصحيه اللي هي يعني تاثر على انتاج اي دوله وتاثر على اقتصادها، وفي نفس الوقت يجدون فرص عمل ويشجعون رواد الاعمال خاصه الشباب انهم يدخلون في مشاريع وفي اعمال تكون تنصب حول الصحه والعافيه. خبرينا دكتوره، شنو هي المجالات او شنو مجالات الاستثمار في الصحه بالضبط؟ طبعا المجالات كثيره وكبيره، والمشروع مثل ما قلنا انه يتكون في جزئين، في جزء اللي هو المراكز اللياقة أو مراكز الصحة أو مراكز العافية تقدرين تقولينها أنت، عشان أنا حين لو كنت أنا، وفي نفس الوقت فيها جانب توعوي، وفي نفس الوقت أن أنا أوفر المكان المناسب. يعني أنا لو أبي أمارس أحد سلوك صحي، أول شيء لازم أعلمه شنو السلوك الصحي عشان يفهم أهميته، وبالتالي يصير عنده دافع علشان يمارس هذا السلوك الصحي. ثاني شيء أبي لاقي لي المكان أيضا اللي يقدر يمارسه. يعني أنا لو أقول حق الناس أكلوا أكل صحي، لكن يروحون ما في أكل صحي متوفر، أو إذا كان متوفر غالي، او اذا كان غالي يكون في اماكن محدوده، يعني لازم اتعنى له، لازم اروح له مني ومنك، فبالتالي انا صعبت على الشخص اللي يبغي فعلا ياكل صحي. فاذا في الطبخ الصحي يعني او الاكلات الصحيه او المطاعم الصحيه احدى هذه المجالات. يعني نقدر نقول يعني مثلا ان هذه النمط اللي انتم قاعد تخلقونها او هاي البيئه اللي انتم قاعد تخلقونها ممكن ساعدت ان هي تطرد مثلا الانماط الغير صحيه من حياه الناس. هو طبعا المشروع توه في بدايته وما زال يعني قدامه يعني سكه طويله، بس هي في النهايه هي رحله، هي عمليه مستمره. زين، ف
فاحنا مثلا في بيصير على جانب المدارس في بيكون توعيه حتى حق المدارس التجاريه انهم على مساله الاستثمار، على مساله رياده الاعمال في المجال الصحي. ايضا بالنسبه حق البرنامج اللي تنظمه اليونيدو باستمرار، الدفعات اللي هي مال تدريب اللي هو رواد الاعمال ايضا بدش فيها هذه المشروع. ايضا اجتمعنا احنا مثلا مع الشيخ محمد بن عبد الله معالي الشيخ محمد رئيس المجلس الاعلى للصحه على اساس ان ايضا هم يدخلون في المشروع. تمكين ايضا عندها يعني في جلسنا معهم عارفين المشروع. فهو في النهايه بيكون يعني مشروع فعلا ضخم، مشروع يعني نبي نحط فيه البحرين على السياحة الصحية. ان والسياحة الصحية احنا لما نقصد ان السياحة الصحية مو اني انا اسافر من ديرة لديرة علشان مثلا انا اتعالج، لا، انا اسافر من ديرة لديرة علشان الاقي مكان استرخي فيه ضغوطات الحياتية اللي الكل يشتكي منها، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، فيلاقون مكان فعلا انهم يترخون. الحين الاكل احنا اللي يعني اكلنا اللي كله مع هالتغيرات، مع هالملوثات البيئيه، مع غيره، يعني حتى جسمنا يحتاج ان احنا ازاله السموم والتخلص منها. فالمجالات في هذا المجال بتلاقينها يعني كثيره. في مجال التدريب، وان انا عشان على اساس انا بعد اسوي هالمشروع لازم يكون عندي ناس فاهمين شنو الصحه والعافيه، فاهمين رواد الاعمال. شلون دخلتوا هالشيء؟ شنو السبل اللي وفرتوها يمكن حق الاشخاص او حق الافراد عشان تسهلون لهم انهم ياخذون او يسلكون هذه النمط من الحياة؟ طبعا احنا اول شيء احنا يعني نخلق الحافز، وان الشباب خاصه يمكن الشباب لما يبتدون في رياده الاعمال يكون خايف انه هو يفشل، خايف انه هو ما عنده التجربه الكافيه انه هو ينجح، خايف من المنافسه، خايف من السوق. فانت يعني في البدايه تعطيهم ان يعني انهم يثقون في نفسهم وانهم يقدرون يدشون هذا المجال. وهذا المجال الحين في العالم يعني مو بالبلايين، تريليونات من الدولارات كله، يعني سوق اللي هي الاغذيه الصحيه مثلا والمكملات الغذائيه والمصروفات اللي تنصرف على الصحه عموما والعافيه يمكن حتى تفوق اسعار الادويه او تجاره الادويه. صحيح. فهذه سوق ضخم، السوق يعني قاعد يفرض نفسه في ظل هالتغيرات اللي تصير الاجتماعية والثقافية، وبالتالي يفرض وجوده. فالبحرين الحمد لله انه يعني اليونيدو انه وياتهم يعني هذه الفكره وهذه الفرصه على اساس انه هي يبتدون في هذا المشروع. حلو. وتتخذ الخطوات الاولى. حلو. لتحقيقه. دكتوره شنو الطريقه اللي ممكن الواحد يسجل فيها حق برنامج؟ هي الطريقه طبعا بالنسبه حق رياده الاعمال ممكن هم طبعا يتصلون في المكتب اليونيدو، واليونيدو على طول في دورات مستمره حق رياده الاعمال، دفعة تتخرج ودفعة جديدة تنضم. طبعا مو كلهم يدخلون في برنامج الصحة والعافية، كل واحد على حسب يعني شغفه، كل واحد على حسب هو شي يحب، وين يلاقي نفسه. فتكون اللي ممكن البزنس أو يعني فكرة ريادة الأعمال تكون في أي مجال. صح. هذه مفتوح المجال التدريب، وتعرفين يعني يمكن أزيد من تقريبا فوق 90 دفعة يمكن تخرجوا من هذه، يعني دفعة ورا دفعة دفعة ورا دفعة. هذه لين هني طبعا هذه الأساس أنهم يدخلون في هذه. أي شخص يعني عنده شو يسمونه هذه الفكرة رغبة، أو أنه يحب أنه يشتغل في هذا المجال، ممكن يتواصل، لأن اليونيدو أذن بتسهل له، بتسوي له النتوركينج مع تمكين. حلو. مع المنظمات الدولية، مع يعني أي بتسهل مع بنك التنمية، فكذا فكأنه هي العملية تربيط. حلو. والتشبيك مع يعني كل الجهات اللي هي لها ذات العلاقة. حلو. طبعا أكيد الدكتورة أمل الجودر خبيرة تعزيز الصحة في برنامج يونيدو، نشكرك على حضورك اليوم، نشكرك على المعلومات الحلوة والقيمة اللي عطيتينا إياها، شكرا لك. العفو، وإحنا حاضرين لكم. شكرا لك. إذا تلفتنا حولنا بنشوف أن في ناس من عيال هالديرة خلوا تراثهم أهو قضيتهم، وكأن أمانة عاهدوا نفسهم أنهم يوصلونها بالطريقة الصح للأجيال اللي بعدهم. نتابع مع بعض صناعة السفن. هذا الله يسلمك، انا شغلاتنا بيع مواد اللي هو صناعه السفن الكبار، اللي هو من المربع والاخشاب كامله، يعني
والمسامير، وخدت ما شاء الله هواية هذه بالنسبة على اللي صنعونها ويسوون، يعني هويت واشتغلت فيها بداية. بالنسبة على السفن، أشتغل على السفن من اللي هو مقاسات مختلفة وأنواعها بعد مختلفة، اللي هي البتيل، البغلة، الجالبوت، البوم، السنبوق، البانوش، وأحجامهم مختلفة من صغار إلى تقريبا تأخذ حول يعني البيصة هو 5 فوت لكن يطلع حول 3 متر يعني حجم السفينة. والله إلى يومية أنا أشتغل فيها ما شاء الله يومية، يعني على أساس تعرفين الواحد يلهي روحه ويا هذه الشغلة. أنا والله أتمنى من الشباب حتى اللي يبون يتعلمون يجون يتفضلون، وأي شيء إحنا حاضرين لهم، وهذه المهنة المفروض ما تنقرض عندنا، ومو بس هذه المهنة إن سفن إحنا كديكور نأخذها، المفروض محافظة على السفن الكبار اللي موجودة، حتى السفن الكبار اللي موجودة عندنا في البحر من السفن الخشب المفروض يحافظون عليها. يعني هذه مو بس هذه، يعني هذه مجسمات إحنا نسويها ك تراث أهلنا. لا 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 لا، هذه شغلتي خلاص خدتها اليوم، خدتها ما أقدر أستغنى عنها. حيا الله الشابات. طبعا انا مستانسه اليوم لان قضيتنا تخص الشابات او يعني فيها شوي ضغط حق الشباب. طبعا قضيتنا اليوم تتكلم عن الزوج والزوجة، واكثر شوي تركيز حق الزوج اللي ممكن انه هو يساعد زوجته في اعمال البيت. هل هالشيء يزيد من رجولته يعني وقدره وشانه، ولا تحسون انه ممكن انه هو يقلل من رجولته في نظره؟ ليش لا، ليش ما يساعدها؟ اكيد يعني المساعدة الزوج او الرجل لزوجته، مو بس زوجته، اخته، حتى لو كانت العاملة في البيت، هذا دليل أنه هو يقدم لها الدعم والمساندة وما يقلل من رجولته أبداً. المرأة أحياناً تحتاج إلى مساعدة في بعض الأمور لأن عندها غير شغلها، المرأة العصرية عندها شغل، عندها عيال، عندها واجبات المنزل، فحلو أنه يتشارك الزوجين مهام أو الواجبات المنزلية مع بعض. بالضبط، أنا يعني أتفق معها إن هالشيء ما يعني ما ينقص من رجولة الرجال، حالات إنه هو يعني يشوف شنو المرأة إيش قاعدة تسوي في البيت من أعمال منزلية ولا طبخ ولا شو اسمه غسل المواعين مثلاً. بس بالعكس، على أساس إن هالتعاون يخلي الشيء فيه هدوء واستقرار في البيت يعني. صح كلامكم، يمكن ومثل ما قلتي ياسمين، يمكن اليوم النسوان مو متفرغين أو يعني مو قاعدين في البيت كثر أيام قبل. يعني أيام قبل المرأة ما كانت تشتغل، اليوم المرأة موظفة موجودة في جميع المجالات. يمكن أصلاً حتى الزوج لما يبي يتزوج أو يقبل على الزواج يفضل أنه هو يأخذ موظفة. فأنت لما تأخذ موظفة مسكينة تداوم من الصبح للعصر ولا من الصبح للمغرب، تيجي في البيت تبيها تنظف، تبيها تغسل، تبيها تطبخ، يعني ما بتقدر، يعني هذه مسؤولية وغير تربية العيال. طبعاً أكيد هي مجبورة يعني تسوي كل ذي، بس صح. المساعدة ما تضر. لا، وهي بعد يعني أحيانا الحين في الحياة العصرية صار الرجل إنه هو يأمن للبيت مو بكفاية، الحين المرأة أيضا صارت يعني تساهم بعد في يعني الدفع، سواء صح. كان حق الأطفال تشتري صح. حاجات للبيت أو غيرها، فهذه ما يقلل بعد. هل نقدر نعتبر إنه هاي يقلل من رجولة يعني رجولة الرجل إذا المرأة تساهم؟ وهو نفس الشيء، لازم يكون بينهم مودة ورحمة وتعاون. وهذه المساعدة أصلاً يعني حتى لو ما كانت مساعدة إنه ينظف ولا يكنس ولا غيره، على الأقل كلمة حلوة أو يعني ما يزيد الفوضى في البيت. صح صح، يحافظ شوي على النظافة. مثل ما هي يعني من واجبات الزوجة إن هي تسوي هالأعمال، أنا من رأيي إن بعد الزوج لازم بعد يشاركها، بس مو بطريقة إنه يكون مجبور، يعني حالات إنه يكون الشيء يعني نابع من نفسه إنه هو حاب يسوي هالشيء. شو رايكم؟ شوفي، هو يعني الرجال بطبيعتهم يمكن
ما يعرفون يعني حق مثلا ادوات التنظيف، ما يعرفون من وين يبتدون، شنو الشيء اللي يبتدون فيه، وين يخلصون، يعني ما يعرف انه يكنس، ينظف الغبار قبل، ينظف الطاولات، يغسل، يعني في اشياء ما يعرف خطواتها. لكن مثلا يعني انت يعني هاي الكيس يمكن ينطبق لك اسهل شيء، انه مثلا ممكن يكون الزوج يحب يدخل المطبخ يساعدك في الطبخ، ودليل ان نشوف يعني يمكن اكبر او احسن المطاعم في العالم اللي ميودينها يعني شيف ريايين وفنانين في الطبخ. نصيحة يعني اللي بتتزوج تاخذ واحد كان دارس برا او في الغربة، لانه يعرف يكنس، يعرف ينظف، ومتحمل مسؤولية نفسه. مو بس كذي، انه مثل ما قلت الكلمة الحلوة احيانا تعطي المرأة او تعطي اختك او زوجتك الشعور بالتقدير. صح. يعني احنا بعد مو مطلوب منا ان احنا ننظف ولا نكنس ولا نجهز وغيره، بس المرأة دائما تبادر ودائما عندها صحيح العلاقة انها لازم تقوم بواجباتها. صح. وتسويها باكمل وجه، يعني حتى لو هي كانت تحت ضغط، فمراعاة مع المراعاة اللي تمر فيه المرأة ان تكون الكلمة الحسنة هي اللي تزيد الترابط بين الزوجين. صح، انا اوافقك هاي الرأي صراحة. يعني مثلا شوفي النسوان دائما احنا نقول ان يعني حالات انهم يحسون فينا في البيت، يعني ايش قاعدين احنا نسوي، ايش قاعدين نتعب يعني. فكل ما تشوفون الرجال مثلا قاعد، اذا هي شافته مثلا قاعد يسوي هالامور او يساعدها في امور البيت، هني هي بتكون يعني يعني بتستانس، بترتاح نفسيا، لان طبيعه المراه هي عاطفيه، فبتحسون ان في ترابط اكثر، بيفهمها اكثر. فانا قلت لكم انا لازم اغسل المواعين انا عندي صراحه. انا هني وايد بستانس. بس شوفي يعني ما بعد ما ننكر يعني في فئه من الرجال اللي حين ما يتقبلون، او الفكره بالنسبه لهم صعبه، لانه يعني جايين من مجتمع يمكن اجدادنا لما يتكلمون يقولون النسوان كانوا يسوون والنسوان كانوا يفعلون. صح. فبالنسبه لهم ان المراه هي اللي لازم تسوي، انا كرجل مو لازم اتحمل هذه مسؤوليه التنظيف وغيره، لان ايش بيصير انه حتى لو في داخله هو خاطره، بس بيربط انه يعني كلام الناس ايش بيقولون الناس والمجتمع ما بيتقبل. فبما ان قاعد نتكلم على الناس، خلينا نشوف راي الناس ايش قالوا. أنا أشوف عادي، يعني ما في مشكلة، يعني مساعدة زينة، كلنا نساعد زوجاتي. يعني مختصر الكلام، يعني أنا أشوفه تخلف، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أوصى بذلك، يعني مساعدة الزوجة أو الزوج. أحس أنها في تبادل، يعني قولتنا بشكل عام التبادل منفعة. أنا كنت الأول قبل ما أتزوج فكر كده يعني، بس الموضوع اختلف يعني بعد ما الواحد تزوج. فالواحد لما كل ما بتبقي في المشكلة ذات نفسها بتقدري ان انت مثلا ايه تشوفي المشكلة من جوانب كبيرة، طالما انت برا المشكلة مش هتقدري تحددي. طبعا مساعدة للزوج للزوجة من اهم مكتسبات الحياة، يعني حتى الواحد اذا يبغى يعيش حياة سعيدة يقدر يشارك زوجته في اي حاجة. اشوف هذا حق من حقوق البيت ان الرجل والمراه يساعدون في كل شيء، سواء الحاله الماديه او في المنزل او في العيال، تربيه الاطفال. انا اشوف لابد منها في هالوقت خاصه. مثل ما هي طالب انك تشاركها في كل جميع امورها، انت حاول انك تشاركها في جميع امورها داخل المنزل. طبعا دي حاجه كويسه ان الزوج يساعد زوجته، ودي مش النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بها، ان كل زوج يساعد زوجته حتى في بعض الأعمال المنزلية، وحتى لأن بحكم إن الزوجة عندها أطفال فمش تقدر برضو تعمل كنترول عليهم، فلازم الزوج برضو يساعد مع الأطفال شوية، يساعدها في تربيتهم، مساعدة في البيت العادية، ما يتكسفش إن هو يعمل أي حاجة، إن يساعد زوجته في أعمال المنزل. يعني احلى شيء ان الشباب كلهم متفقين معانا، يعني حابين الموضوع وكلهم يقولون لا فعلا لازم الزوج يساعد زوجته. يعني احنا ما نقول يعني نجبر الزوج انه يساعد زوجته، بس يعني ولا نقول ان هذا الشيء راح ينجح العلاقات الزوجيه 100%،
بس يعني مثل ما قال واحد في التقرير ان هذه راح يكون مكسب بين الزوج والزوجه. يعني الزوجه راح تحس ان في موده في رحمه، الزوج قاعد يحس فيها ان هي قاعد تتعب فقاعد يساعدها. لا طبعا مساعده يعني الزوجه او المراه في البيت اذا كنت زوجها واختها، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته وكان يعينهم على الاعمال المنزليه ووصى بهذا الشيء، فليش ما نقتدي برسولنا الكريم؟ صح. اعتقد انه وهو سؤال نطرحه، ان هل لان المجتمع فارض علينا هالشيء، هذه النظره ان الرجال ما يشارك في الاعمال المنزليه، او هو مجرد ما ادري قصور؟ او شوفي احنا الحمد لله انا يعني استانست من التقرير ان الرجال متفتحين، يعني حابين انهم يعني موافقين ان المره قاعده تدش ويا الرجال في الامور المنزليه والماديه حتى هاي الشيء. بس مثل ما تعرفون انتم مظاهر الاختلاف الاجتماعي هي اللي خلت ان في اختلاف بين المره والرجال، وخلى ان كل فرد يعني يكون عنده حقوق بروحها. يعني مثلا حقوق المرأة تكون عندها مثلا أعمال المنزل، وحقوق الرجال مثلا أو دوره يعني في المجتمع أنه هو بس يشتغل ويوفر له حق البيت. صح كلامكم، وفي النهاية يعني إحنا قاعدين نقول رأينا الشخصي، نريد نكرر هذه رأينا الشخصي بالنسبة حق مساعدة الزوج والزوجة. إحنا ما قاعد نجبر كل الرجال تعالوا اشتغلوا في البيوت، فإحنا بعدنا بنشوف رأيكم في أو رأيكم في الموضوع من خلال موقع تلفزيون البحرين على تويتر. هل تساعد زوجتك في أعمال المنزل؟ نعم أم لا؟ راح نشوف النتيجة في نهاية الحلقة. أما بعد شوي راح يكون لنا لقاء مع الفائز في مسابقة إنفنشن بعد هالفاصل. فقرتنا الجاية مثل ما خبرتكم بتكون مع برنامج إنفنشن واللي يعتبر الأول من نوعه في البحرين، هدفه دعم الاختراعات الشبابية ومن خلاله يتنافس الشباب بأفكارهم الإبداعية واختراعاتهم المبتكرة. ينضم لنا اليوم الفائز بالمركز الأول في برنامج إنفنشن أيمن وهاب السهو. مساك الله بالخير ونورتنا اليوم. مساك الله بالنور ومشكورين ما قصرتوا. أيمن أول شيء بارك لك إنك فائز بالمركز الأول، وإحنا أكيد فخورين فيك كشاب بحريني يتشارك في مثل هاي الأشياء. قول لنا شنو مشروعك بالضبط؟ شنو هالمشروع اللي دخلت فيه البرنامج؟ في البداية الله يبارك فيك، طبعاً مشروعي هو جهاز لمرضى السكري، هو بالتحديد حق الأطفال اللي فيهم مرضى السكري. خلال دراستي طبعاً في الجامعة احنا نروح حق المدارس أو الأطفال اللي فيهم مرضى السكري، نروح حق مخيمات اللي يهتمون في مرضى السكري، فقاعدة أشوف أنه في وايد أغلاط أن يسوونها في أثناء تعاملهم مع مرضى السكري، فقلت ليش ما أسوي جهاز يكون توعوي تعليمي يساعد في السيطرة على المرض، يوعي الأهالي. مثلا اذا الطفل عنده مدرسه ويروح حق المدرسه في نفس الوقت بعد يقدرون ياخذون الاهالي حق المدرسه ويساعد المدرسين في التعامل مع مرض السكري، يخفف الضغط على الاهالي ان مثلا لو ام عندها ولد في المدرسه بتكون طول اليوم خايفه ليه ما يرد ولدها، ان لو صاده ارتفاع او صاده هبوط هل ولدي خذ الجرعه، هل صح. اكل هل ما اكل، فهاي الجهاز الهدف منه يسوي كل هاي الاشياء. أكيد يعني أي مخترع اليوم في البحرين خصوصا إذا كان شاب في حافز أو في أشياء شجعته أنه هو يدخل هاي المجال، شو اللي خلى أيمن اليوم يدش مجال الاختراع خصوصا العلمي؟ طبعا في البداية أنا شفت المنشور اللي هو على انستغرام وزارة الشباب والرياضة، ففي نفس الوقت أنا في دراستي في الكلينيك الأرندي للجراحين RCSI نروح حق المدارس نفس ما قلت لك نشوف اليهال نعلمهم. قابلت بعض الأهالي اللي عندهم أطفال السكري، فكانوا يشرحوا لي يقولوا لي إن في عندنا مشاكل، إحنا نخاف نسوي كذي، إحنا ما نعرف نسوي كذي، نفس ما يعرفون اللي يدرسون في التخصص إن في أماكن وفي تكنيكس حق طق الإبر وشلون يطقونها والأكل وكل شيء، فأنا شفت أغلاط قاعدة تصير في هالمجال، فقلت ليش ما أسوي شيء؟ شفت المنشور في إنستغرام.
فسجلت شاركت. كانت فكره تدور في راسي يعني كنا يوم نروح حق الاطفال في المدارس قاعد افكر ليش ما اسوي لعبه. فيوم شفت هاي الشيء قلت اللعبه خلاص راحت ما فيها احد الان، فقلت ليش ما اسوي جهاز. فقعدت افكر شلون اسوي الفكره تدور في راسي تدور في راسي انه ابي اسويها. يوم شاركت في المسابقه ومع وزاره الشباب حصلت الدعم الكافي، حولت فكرتي من فكره اللي كانت تدور في راسي الى شيء شفته يعني شغال في يدي الحين. هل الجهاز يعني يقيس السكر عند الطفل؟ هل يقول لك الجرعه اللي تدخل في جسم الطفل؟ يعني انا عارف ان في اجهزه تدخل الانسولين في جسم الطفل على نسب او على نسبه معينه في اليوم، فجهازك بالضبط شنو يسوي؟ هل هو يلاحظ السكر عند الطفل؟ شنو بالضبط العمل يعني اللي يقوم فيه الجهاز؟ هو ما بقول لك بالتفصيل لان لا يعني الفكره الاساسيه منه. اول ما بتشغلون الجهاز، هو الجهاز بيكون عباره عن ثلاث اشياء. هو بيكون الجهاز نفسه، بيكون معصم او ريست باند حق اليد الطفل المريض السكر يكون رابسه، ويكون في تطبيق تليفوني حق الاهالي. فاول ما بتشغلين الجهاز بتحطين كل الانفورميشن عن الياهل، اسمه عمره وزنه كل شيء يحتاجه يعني الدكتور السكري او مريض السكر يحتاجه انه يعرفه عن المريض، فبيكون هو كان الدكتور الجهاز مال. في نفس الوقت يحطون جرع الانسولين متى عنده جرع، فيقوم الجهاز بارسال تنبيهات انه مثلا قبل الجرعه في وقت معين، بعد الجرعه في وقت معين. نقدر ان شاء الله اذا في المستقبل نضيف خاصيه انه هو يغرى نسبه السكري. حلو. ففي نفس الوقت المايكرو كنترولر او المخ الالكتروني حق الجهاز بيعطي مثلا خلينا نفرض ان الطفل نسبه السكري نازله عنده. فالجهاز بيعرف بيقول حق الاهالي ان ولدكم في خطر اصابه في هبوط. صحيح. سووا له هاي الشيء، فيقعد يشرح لهم او يوعيهم ان شلون يتصرفون عشان يتجنبون لا سمح الله اذا صار هبوط او ارتفاع، ويعرفون شلون يتصرفون بالطريقه الصحيحه. حلوه الفكره. يمكن وانت قاعده تتكلم من ساعه كنت تتكلم عن البرنامج يوم تشارك فيه وتقول انهم يعني ساعدوك يوم 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 توجهت صحيح. لهم في برنامج انفنشن. بالضبط اذا كنا بنتكلم عن ورش العمل اللي انتم كنتوا تحضرونها اكيد كنتوا تحتاجون دعم، كنتوا تحتاجون الى اشياء تخص التطبيق او الفكره، يعني في اشياء مفصله يمكن ما كان عندك عنها فكره. فش كثر ساعدتك هالورش؟ طبعا في البدايه تخصصي تمريض، يعني كلش ما اعرف لا في التكنولوجيا ولا في الالكترونيات ولا في البرمجه ولا شيء. فحتى قبل لا اسجل او اخذ اقول لهم ان انا اوكي ان بسجل، سالت اللي هو المسؤول عن البرنامج هو استاذ خالد جناحي. فقلت له خالد ترى انا ما اعرف ولا شيء، عندي فكره تدور في راسي يعني ما اعرف التكنولوجيا ما اعرف البرمجه، هل راح تساعدونا هل راح تسألون؟ فقالوا لي اي تمام. فيوم سجلت اعطونا ورش عمل انه في كل شيء تقريبا، انه شلون نسوي براءه اختراع، شلون برمجه الكترونيات ميكانكس، شلون ندير وقتنا، شلون ندير المال اللي بيعطونا اياه، لان كانوا معطينا ميزانيه محدده عشان نسوي البروتوتايب. فعقب ما صار انتهى فتره البرنامج صرت ممرض زائد مبرمج. صرت اعرف التمريض واعرف الكودينج، اسوي كودينج، صرت اعرف التمريض واعرف شلون اوصل الدواء الكهربائيه. فهاي صارت اشياء وايد سهله بالنسبه لك. اي يعني قبل كنت اعرف استخدم التليفون وخلاص، فالحين صرت اعرف شلون التليفون من داخل يشتغل بفضل الورش والدعم من وزاره الشباب. يمكن ما شاء الله شاركتوا وكنتوا 19 فريق ووصلتوا المرحله النهائيه كنتوا 6 فرقه بس. شلون ممكن تصف لي او يعني شنو 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 وصفك حق المراحل الثلاث في البرنامج؟ طبعا اول مرحله كنت وايد متوتر وخايف انه ايش راح اسوي مخترعين، حتى يوم كنت اقول حق ربعي او الفريجلون فكانوا يقولوا لي اوه من صدق كنت بتصير مخترع كذي، فهاي الشيء حفزني اكثر ان اسجل واسوي الشيء. فاول ما رحت عرضت الفكره فحصلت ان كلهم حبوا الفكره ووافقوا عليها. عقب دخلنا في ورش العمل، دخلنا في هذه، فتاهلنا بعد دخلنا لجنه التحكيم مره ثانيه، عرضنا الافكار مره ثانيه بس كان بديتيلز، فنفس الشيء حصلت اقبال. فكانوا بعض الناس يعني بدون ذكر اسماء كانوا يقولوا لي مستحيل تسوي، مستحيل توصل، انت ممرض وين بتصير هالون؟ فهاي الشيء كان من داخلي كان يسبب لي تحدي. حلو. في نفس الوقت لجنة الحكام كانوا يتحدوننا عشان احنا نتحدى نفسنا، فهالشيء ساعدني وايد ان اوصل للي انا وصلت له اليوم. في المرحله الاخيره احنا وصلنا 6 فرق،
اشتغلنا على البروتوتايب، كنت في وقت زمني محدود. طبعا كان دوام في المستشفى، كنت اطلع من المستشفى على طول اروح اشتغل، فكان وايد ضغط. فالحمد لله طفت المراحل، كل هاي المراحل العافية. الله يعافيك، فطفت هاي المراحل والحمد لله فزت بالمركز الاول واليوم وصلت. يعني يمكن الناس حبطوك وقالوا لك ما بتقدر وما بتوصل، شو الخطوه الثانيه الحين؟ انت اليوم فزت واثبت لهم جدارتك ان انت سويت هالاختراع وفزت فيه في المركز الاول، شنو الخطوه الثانيه؟ شنو اللي راح تقدمه حق مشروعك او تطبيقك اللي راح تطبقه في المشروع الجاي؟ طبعا اول شيء الخطوه الاولى اللي بنسويها الحين، وطبعا وزاره الشباب والرياضه ما قصروا وراح يدعمونا في هالشيء، راح نسافر الكويت معرض الاختراعات الدولي بيكون في هالشهر عقب كم اسبوع، فراح نروح نشارك هناك ونعرض اختراعاتنا. احنا 6 فرق كلنا راح نروح. الخطوه الجايه اللي انا بسويها وبحاول اجاهد ان انزل الاختراع السوق الجهاز، فراح ادور ناس ان مبرمجين محترفين، اخصائيين في التغذيه، اخصائيين سكري، ان لان انا ما عندي المعلومات الكافيه اللي اسوي هالشيء بروحي، فبحصل ناس ان يدعموني يشتغلون وياي على الفكره عشان نقدر ان شاء الله في المستقبل ننزلها ويكون جهاز في السوق. ان شاء الله يا رب تحقق كل امانيك، وان شاء الله تشوف جهازك في السوق. ايمن وهاب السهو الفائز بالمركز الاول في برنامج انفنشن، نورتنا بحضورك، نتمنى لك كل التوفيق. قصرت، يعطيكم العافيه على الاستضافه. الله يعافيك، شكرا. طبعا اكيد احنا في دورنا نشجع كل شباب البحرين المبدعين في المجالات المختلفه انهم يشاركون في مثل هالبرامج اللي تدعم الشباب. اما محطتنا اليوم فهي فنية بحرينية بحتة مع فنان قدير صوته وعزف عوده ياخذنا لمكان بعيد يذكرنا بأجمل أيام الفن في البحرين. أنا كنت مولع بالآلات الإيقاعية، توفرت عندي فلوس بسبب كنا نشتغل في الصيف، احنا انا خريج صناعه، لكن تفاجأت لما رحت السوق ان الالات اللي الدرام سيت كان سعره ضعف المبلغ اللي موجود عندي. سألت البائع الاله هذه يعني كم سعرها؟ قال لي 17 دينار. فقلت له اعطني اياها وبدأت القصة. أنا علاقتي بدأت من 1969 مع هذه الآلة، آلة أكن لها الكثير من المحبة والاحترام، لأن المحبة أعتقد أنها محبة متبادلة. كانت أسرارها غير يعني مفهومة، في طلاسم، عندي 6 أوتار، 6 مفاتيح، رقبة مقسمة، ومن ثم صندوق رنان، وأنا ما عندي خبرة تماماً ولا في حدا حولي في المنطقة وفي الحي له علاقة بالآلات الوترية. رحت في فريج مال نادي التقدم، لقيت صديق هناك كان في يده جيتار وقال لي انا اقدر اعلمك مقطوعه، فعلمني مقطوعه. وسلمان حزته يعني ما تشالت الدنيا. عرفت هذه المقطوعة وعزفت اولا على صبع واحد، الصبع الواحد هو هذا، وبعدين ليل ونهار، بعدين طمحت الى انه يكونون صبعين على الاقل. هذا الجيتار
حصلت عليه في سنة 80 عند واحد من الأجانب كان يبي يغادر البحرين ويبي يبيع مقتنياته. هو فعلا ثاني جيتار يعني اقتنيته وما اقتنيت أي جيتار بعده. هذا الجيتار يعني فعلا حاولت احافظ عليه بس عيالي قدروا ان يعني ياخذونه من دون علمي الى رحلاتهم، فرجع بعض الخدوش. الصراحه هو يعني كان شويه مؤلم صعب يعني ان يعني يرجع لك الجيتار ببعض التشوهات، لكن يبقى يعني قيثار يعني لا حميمية معاي. يحصل في بعض الأحيان أن إذا الجو زين القيثار يبقى في السيارة ما في مشكلة، فلما يطلبون القيثار يقولون لي جيب ضناك. أسمي صديقي الحميم، هو يستاهل الحضان، يستاهل الحضان لأنه فعلا هو كذلك حضني. أشم ريحة الجيتار أول جيتار شريته في 69، هذا الجيتار هو الجيتار الثاني، إنما ذاك الجيتار أخذته جديد فكان في ريحة مميزة. لازلت أشم هذه الريحة. أنا أقول لهذه الآلة شكراً للصداقة وشكراً لأن صارت طيعة إلى حد اللي أنا يعني محتاجه. ومن الموسيقى إلى هاشتاغ، أسعد الله مساكم مشاهدينا في فقرة هاشتاغ لليوم. أول هاشتاغ هو أحسن شيء بالحياة الجامعية، تغريدة بندر قال: التحدي وإبراز الذات والقدرات والقدرة على التعبير عن الذات والاعتماد على النفس وتعلم الصبر والتعايش مع الضغوط. الله عليك ما خليت شيء. راشد القحطاني قال: أحسن شيء بالحياة الجامعية تعلمك كيف تعتمد على نفسك وتكون شخص مسؤول. أما لمياء غردت: أحسن شيء بالحياة الجامعية أشكالنا بعد ما نستلم الوثيقة، وحطت صورة الملاكم، والله ما أعرف شو اسمه بس بالضبط هذا شعورنا. عبد الله قال: تنجح في مادة وأنت مش فاهم فيها حاجة. وأحسن شيء بالحياة الجامعية محمد قال: الحياة الجامعية أحلى ما فيها إذا ما ذكرت زين وصارت الأسئلة سهلة وحليت كويس، تحس إنك خدعت الدكتور. الله عليك. أما ثاني هاشتاغ لليوم مشاهدينا هو الراحة النفسية. عثمان يقول: الراحة النفسية هي إنك تخرج من البيت وموبايلك 100% فل باتري، تحس إنك ضمنت مستقبلك. عبد الرحمن يقول: مختصر الراحة النفسية واللي قوي قلبي بلا حدود إن الله لا ينسى قلبا لجأ إليه. صحيح، مجرد إحساس تقول تتلخص الراحة، راحة النفس إنك تأخذ كل واحد على قد عقله. بالضبط. لينا في آخر تغريدة تقول راحتها النفسية في الأكل. هذه كانت هاشتاقاتنا لليوم، وأقول حق البنات شنو أحسن شيء بالحياة الجامعية عندكم؟ الله ذكرتني بأيام الجامعة صح؟ صراحة أنا أحلى شيء صراحة كان عندي الفود كورت اللي معاي يعرفون. أي جامعة رحتي؟ جامعة البحرين. جامعة البحرين. أنا نفس الشيء بقول أحلى شيء في الحياة الجامعية لما في القعدة في درستي برا البحرين، برا وفي البحرين بعد، فأحلى شيء أصلاً عموماً هو الفود كورت. فود كورت الأكل يعني أحسن شيء بالحياة الجامعية كان نادي الموسيقى عندي. حلو، يلا جاهزين حق صح وغلط؟ نشوف. يلا خلينا نشوف أول سؤال.
تنين البحر الممرق هو سمكة بحرية ترتبط بحصان البحر. أنا أول مرة أسمع تنين. شلون شكله تنين البحر؟ ممرق؟ ما أعرف عنه. صح؟ صح؟ أوكي. أوكي. تعتبر اليونان الموطن الأصلي إلى تنين البحر الممرق، وحيث تتواجد بكثرة في جنوب وغرب اليونان. أنا أحس صح. إحساس. لا أستراليا. فنانة أنا. أوكي. تغطي جسم هذه الأسماك نتوءات تشبه أوراق الشجر الطويلة. أنا الممرق صح أتوقع. يلا من اسمه يعني. من اسمه. صح. أوكي. امتحانات. تستخدم سمكة التنين مظهرها الخارجي كوسيلة للتخفي. أظن صح. سمكة التنين. صح. يلا معك ياسمين. صحيحة. صح. حلو. غالباً ما تبقى سمكة تنين البحر الممرق في المياه الضحلة الباردة. أنا أحس غلط. أنا أحس كلها في أستراليا. صح. فج. معتدلة الحرارة. معتدلة الحرارة. زين. تتغذى هذه المخلوقات على العوائق والطحالب. العوالق والطحالب. أنا أقول صح. إيه. كلها طحالب في البحر. صحيح. هذه كانت معلوماتنا لليوم، وحلوة كانت المعلومات خفيفة. فاصل وبعدها راح نتعرف وياكم على المسرحيات اللي يعرضها مسرح آمال. يضم مسرح آمال نخبة من الشباب البحريني هدفهم رسم البسمة على وجوه الأطفال، واليوم راح نتعرف على مسرحية المنصة اللي يقدمها مسرح آمال مع المدير العام للمسرح إبراهيم إسحاق والممثل محمد عبد الكريم. حياكم الله معانا ونورتونا اليوم. أنا الشرف حياكم الله. إبراهيم، يمكن ببتدي معاك. طبعاً إحنا كلنا نعرف أن مسرح الطفل من أصعب المسارح، يعني معروف عن الطفل صريح، إذا في شيء ما عجبه ما يجامل، بيقول ما عجبني. فيعني شلون تشوف إقبال الأطفال اليوم على المسرح، أو يعني شلون تشوفهم يعني حابين المسرح معاكم، خصوصاً مسرحية المنصة؟ إيه، في البداية إحنا في أول عرض قال لنا تاريخ ديسمبر شهر واحد شهر تاريخ واحد ديسمبر، قبل عرض المسرحية كان في بروفات، فكنا نصور بشكل تسويقي حق الجمهور. حلو. فقبل هالفترة كان كذا أولياء الأمور الأطفال يسألوا متى بتعرضون المسرحية، وين تعرضونها، وكم مدة المسرحية، هل تتكرر عرض واحد، فكانوا متشوقين قبل أن نعرضها. فأول عرض إحنا عرضنا كان بالنسبة إن الصالة صارت الأيام في الجنبية امتلأت بالكامل، وفي ناس في الانتظار برا، فأنا حولت الحجوزات ليوم ثاني. يعني عندي كل مسرحية تنعرض تقريبا 6 عروض، فإقبال كان شديد، ما كنت متوقع إن هذا إقبال. كنت في البداية قلت يمكن مشروع جديد بيكون إقبال عليه ضعيف، ففي البداية كان إقبال جدا شديد. مشاركاتنا للمسرح في خلال ديسمبر مسرحيتين، كانت القط الطار والمنصة. والمنصة كانت يعني عنوانها حق الدراسة وتشجيع الدراسة. العروض المسرحية كانت في بعض العروض يوم في اليوم عرضين. حلو. في المراكز مثلا التعليمية، المعاهد، الجمعيات الخيرية، فكانوا يبغون عروض خاصة إليهم كمثلا معهد أو كجمعية خيرية. فهالإقبال كنت عرض يومين، عرضين في اليوم، كان جدا متعب للشباب، بس الإقبال شديد اضطريت إن عرض عرضين في اليوم الواحد. يعطيكم العافية محمد. يمكن تعاملك على خشبة المسرح مع الطفل، إيش كثر تشوف إن هالشيء تحدي بالنسبة لك، خصوصاً إن اليهال يملون، يعني ممكن إن تراوي شيء مثلاً دقيقة واحدة أقل من دقيقة يتملل خلاص ما يبي يواصل، فشلون ممكن إن أنت تجذب انتباه الطفل؟ شنو ممكن إن أنت تخليه يعني على طول مركز معاك؟ هو صح كلامك إن هناك صعوبة في جذب انتباه الأطفال، كونهم يملون بسرعة. فاحنا راعينا حطينا في عين الاعتبار هاي الشيء في مسرحنا من خلال اللي هو عمل اناشيد
طفوليه. حلو. والديكور يكون ديكور الكتروني، احب لان الاطفال يحبوا الالكترونيات يعني وهاي الاشياء. ثالث شيء والاهم اللي ركزنا عليه واللي يميز مسرحنا عن المسارح الثانيه، انه يكون هناك فقره او جانب انه يكون الطفل يشارك معنا على المسرح، يمثل معنا. فهاي شفنا الاطفال وايد متشجعين حق هاي الشيء. وما اعتمدنا انه يكون فقط تلقين للطفل، وانه بس احنا قاعدين نلقن والمسرح يمشي يعني المسرحيه تمشي. لا، كانت هناك المسرحيه مجزاه لعده اجزاء. كل بين جزء يكون هناك في مسابقه، زين، تتكلم هاي المسابقه محورها عن اللي صار. حلو، يعني صار عندكم كنا مشاركه حق الطفل تشوفون اذا هو مركز معاكم ولا لا، فصار كنا تعليم مع التمثيل. يعني كنا بعد نبي نعزز الثقه بالنفس للطفل، انه هو يركب فوق على المسرح. حلو. يشوف الاطفال شلون يتكلم وهاي. ابراهيم، بالنسبه لك او يعني شنو وجهه نظرك اذا نقول لك شنو يحتاج اليوم مسرح الطفل، او شو اللي ينقص مسرح الطفل اليوم؟ مسرح الطفل كمسرح ما اتكلم شخصيا، نحتاج الى مسرح نعرض فيه كمدرج مثلا. صارت الايام نحن نعرض فيها ممتازه، بس كمدرج كمهيئ حق مسرح نحتاج كسبيل المثال الصاله الثقافيه اللي تبع المتحف او مركز عيسى الثقافي، فهي هو المكان المناسب حق عرض المسرحيات، توصيل فكره، لان المسرح اذا كان صغير يكون بالنسبه للممثلين واجد مشكلة. التحديات الثانية، احنا عندنا تحديات انه مثلا الدعم المادي، الدعم المادي وايد عائق كبير بالنسبة للمشروع الجديد، نحتاج انه دعم مادي مثلا كبير، لان احنا التذاكر بشكل رمزي يعني ما ناخذ تذاكر غالية، لان الاطفال ما بيقدر يدفع مبالغ 5 إلى 10 الى فوق. صحيح. ما يقدر يدفع الطفل. فهي تحدي قوي بالنسبة لنا وكبير، انه الثقل المادي بخصوص تطوير المسرح. المسرح يحتاج تطوير بين مده لمده، يعني ما نضطر على طول، لازم تكونوا مواكبين العصر. اي، لان حتى الجمهور يكون فيه له اقتراحات بالنسبه للديكور، اقتراحات بالنسبه للمكان، اقتراحات بالنسبه حتى للمكان العرض، فيقول انا اذا مكان صغير او ما اقدر اشوف ما اقدر احضر المسرحيه. صح. فهي التحديات اللي تكون العائق الاساسي هو الدعم المادي والمكان اللي هو صاله المسرح. اذا كانت صاله مسرح مهيئه للصوت وكمكان وكمدرج بتفيدنا وايد في عرض المسرحيه طرح الافكار بشكل جيد يعني. محمد، يمكن انت قدمت يعني شخصيات مختلفه في عده مسرحيات، اذا اليوم بنقول لك شنو الشخصيه الاغرب لك انت كمحمد، شنو تحس الشخصيه الاغرب لك، وشنو الشخصيه اللي تحس ان اليهال حبوها اكثر شيء؟ انا اللي امثل دور الدميه جاسم، شخصيه جاسم اللي هي صديقه الدميه سلمان. وهناك عندنا احنا في شخصيتين في المسرحيه اللي هي الملاك والشيطان. وانا اكون له دوري كجاسم اميل للملاك، وانصح سلمون انه يبتعد عن الشيطان وانصحه في الاعمال الخير يعني. فالاطفال دائما بيشوفون ان انا اللي اقول الشيء الصح، فنهايه المسرحيه تشوفون اول ما يجون يركبون على الستيج يبون يصورون، يجون يعني صوبين انه يصورون ان انا اللي هو الزين، انا اللي انصح وكذي. وياتنا يعني من اولياء امور اللي حضروا معانا في يعني رسائل كذي، ان عيالهم مستانسين من الشخصيه وهم بعد يبون يقلدون يقدمون النصائح حق اخوانهم. حلو. الصغار وكذي. زين، في رايك الشخصي شو اللي تحس مسرح الطفل لازم يكون موجود فيه غير عن مسرح الكبار؟ شنو الاشياء اللي لازم تكون في مسرح الطفل ما تكون موجوده في مسرح الكبار؟ وشلون تتعامل انت شخصيا كممثل من بين لما تستلم النص ولما تمثله على الواقع على خشبه المسرح؟ هو من رايي ان التمثيل في مسرح الطفل شوي صعب، بس بالنسبه لنا كفريق احنا سهل، لان احنا كنا معلمين تربويين يعني ندرس احنا بشكل يومي، ندرس هاي الاطفال اللي احنا مستهدفين، هاي الفئه العمريه المستهدفه، فعارفين شلون هم، شلون نشجعهم، شنو الاشياء اللي هم يحبونها. فهاي كان سهل علينا. ايضا في الدور الاكبر لكتابه السيناريو، انه كان هناك الافكار اللي تحتوي تكون مبسطه، شلون ان الطفل يستوعبها بشكل سريع. فهاي اللي ساعدنا
وايد يعني. يعني انتم كمعلمين وكتابه السيناريو يمكن هذه يساعدك وايد ان انت تطلع على خشبه المسرح. وكون دراستنا بعد ان احنا درسنا علم النفس فاحنا عارفين شلون نفسيه الطفل شلون نتعامل معاها. وش اللي يحتاجونه. فهاي ايه فهاي وايد سهل علينا هاي الشيء. ابراهيم يمكن سمعنا ان دوره يعني دوره جديده حق مسرح امال قريبه راح تكون، فيا ريت تقول لنا شنو المشاريع الجايه او عدد المسرحيات اللي راح تكون موجوده في مسرح امال. احنا في البدايه كان مشروعنا نعرض تقريبا كل 3 أسابيع مسرحيه، انه يكون 6 عروض لكل سيناريو. بدينا بشهر 12 اللي هو قط الطائر، مسرحيتين قط الطائر ومسرحيه المنصه، ومستمرين ان شاء الله من شهر 12 2016 الى نهايه شهر 7 2017. بيكون فتره ان ما يتقارب ال10 أشهر بتعرض فيها ما يقارب يمكن 50 عرض تتقسم الى 6 عروض كل مسرحيه. دورتنا الجاية إن شاء الله نطمح نعرض في الخليج. حالياً عندنا تنسيق بين دولة الكويت والإمارات وعمان، نبغى نعرض برا مو بس نعرض في البحرين، نحتكر المسرحيات في البحرين. نحن مسرح آمال يعني ما جينا بس كفكرة إن إضحاك الطفل بس، جايين كفكرة إن توصيل فكرة الطفل إنه يحكم أمره، مثل ما قال تفضل أستاذ محمد إن الخير والشر. حتى بعض الأطفال كان بعض الشخصيات ما كان ينجذب لها او مثلا كان يتفادها مثلا الشيطان، فنترسخ في ذهن الطفل ان الشيطان هو انسان سيء، هو شخصيه سيئه وانه يتبعنا، والملاك هو الطريق الصحيح مثلا والطريق السيء. فحاليا انه قاعد نرسخ بشكل للطفل الفكره بشكل يعني دوري، وان الدورة الجاية إن شاء الله بتكون أفضل، يعني نتعلم من خبراتنا إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا في البحرين نحاول إن نكون بعد نتوسع مو بس في إن شاء الله في اللي هو جلة الأيام، نكون يعني في الصالة الثانية، الصالة الثقافية وصالة مركز عيسى الثقافي، وإن شاء الله يكون التوفيق من الله إن شاء الله يا رب. طبعا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. مدير العام لمسرح أمال إبراهيم إسحاق والممثل محمد عبد الكريم، مشكورين على جهودكم الرائعة اللي تقدمونها عشان ترسمون البسمة على وجوه الأطفال. لنا الشرف. شكرا. شكرا لكم. الحياة أكيد ما تخلى من القصص الحلوة والصعبة ومن العلاقات الزوجية الناجحة والمعقدة واللي تحتاجها شوية عشان توقف على ريلها من جديد. موعدنا الأسبوعي مع مسامي وموضوعنا الاجتماعي وجديد، خلونا نشوفه مع بعض. هذا الفطار اللي يفتح النفس. أمال فطار عرايس. أيوة عرايس. يا خالي مش كده، القوة اللي جت عليك مرة واحدة كده. يا اخويا بشويش بشويش بشويش. ايه اللي بتهببه ده؟ بخبط عليهم عشان ما يسمعوش. هو اسمع المكتب ما تقول، هي طلباتها هي اللي تبيها نفذها لها، وهو يقول هاي تحن علي. مكتب ما تقول الكلام ترددها علي، يقول هاي تحن تحن علي وايد، حنونه كلها تبي، كلها تطلب، كلها تامر، تملل هو الزوج مثل ما تقول له، سميها الحنونه تحن علي يعني. قل له انت حنونه، اذا ما طلبت منه شيء بعد ما طلب الزوجة من تطلب؟ لازم تطلب الزوج، هو اللي يوفر لها كل شيء. بدون سالفه، هو بس من تحت شيتي شيء مثلا قال تحن، مع انه يعني ساعات احنا يعني نقول شيء مهم. نبي نعالج موضوع مثلا موضوع اليهال ولا شيء، يقول بدت الحنة يعني. هذه المرة مسكينة الشبيرة تتبع عندنا طلباتها، ريول يسمع كلامها. هي لو هو بس مصدد عنها مو معطاها وياه يعني حقها. تسوي المرة مسكينة تتعب. تسوي تكررها مرة مرتين ثلاثة، تبي الريول يفهم. ومش تسوي. تحن عليه. يعني هي المرة هي تبي والريال ما يقدر ينفذ لها كل طلبات اللي تبيها، فهو يعني يسكت عنها عشان ما يعطي طلبات. تفهمها، يقعد الزوج ويا زوجة ويتفاهمون مع بعض، يقول لها انا يعني ما عندي طلباتك بس صبر علي شوي لان الله يعني يفرجها لي، وانا اللي تبينه بسوي لك. بدون هو يحقرها ويسكت عنها، هي ما تدري شو السبب يعني، تقول ما معطيني واي مسفه لي يعني، ما معطيني واي حقرني، بس هي ما تدري بالسبب اللي عنده هو.
هم يقولون عن كل شيء حنه، لان متى ما اعطيتيهم المسؤوليه عشان يتشردون يقولون انت تحنين. هاي المختصر يعني. المره لها حق وريال لها حق. المره ما قلت من حقها، من حقها تطلب الزوج، والمره ما لها الا زوجها يوفر لها كل طلباته بس وقت المناسب. تبي تقعد معاه وقت المناسب يعني تشوف الرجال يعني مرتاح يعني وعنده مزاج حق التفاهم بعضهم بعض، مزاج اذا ارتاح ويا من البيت وارتاح وشاف المرأة بعد ما يحتوي مريحته ما عطته الوهي بابتسامات، لا عطته الوهي بعد ما يحتوي الرجال اللي ارتاح، لكن ذات الوهي يمكن انشر عليه ما عطته ما عطته وهي عادل. خبط بالعقل. خبط بالعقل. بقول لك ايه، اعمل اللي تعمله وسيبني هشوف شغلي. فلقتني كل ده عشان حته تخبيطه يا خرابي. هذا قلت الزوج مثلا احنا يوي تعبون من الدوامه من الشغل، المره ما سيده بيدي شو بتكلمه تامر علي بالطلب وتخلي الزوج يرتاح تغدى يستانس من الشغل تعبون يريح، بعدين تقعد المره ويا الزوج تفهم معه تكون الرجال مرتاح يعني فاتح قلبه لها. لكن إذا بدش من عمل أبوي وهي بتوقي بطلبات بمل ما يقدر تحمل طلبات وقت أبوي من الشغل وتعبون بيريح يبي يأخذ مثل ما يقدر يبي يطلع المرأة عن طلباته ما تخلص كلها تبي ما بعد كل شيء تبي المرأة. في مرة تعذر الزوج في مرة ما تعذره، يقول لازم تنفذي هالطلب اللي أبي. المفروض يعرف المرأة ليش تحن، يعني ما حنت إلا في شيء مضايقها في الموضوع. أنت بعد تسمينا حن؟ لا أنا حق نفسي ما بسمي حن، بس إن أنا يعني أبعالج الموضوع يعني بروحي مو قادرة مثلاً بسوي كنترول على اليهال، فبقول له يعني تدخل شوي تشوف عيالك وكذي بس بدأوا الحنة. يعني المفروض هو بعد يعني كأبو يشوف الحن اللي صايرة في البيت يعني. الحال بعد الرجال اللي طلبت منه الزوجة وفر لها طلبات عشان ما تحن عليه. إذا ما وفر لها طلبات بعد البتر تكررها مرتين مرة مرتين ثلاث لازم تبي اللي تبي عند الطلبات تبيها. ها مرحبا فيكم في فقرة المطبخ اليوم معي نيلة جناحي، وإن شاء الله نرويكم اليوم شنو بنسوي. شو بتسوي لنا اليوم؟ سويت لكم شيء شوي قوي يعني اللي يحب التايلندي، دياي بالخس. لحظة شنو يا ربي نسيته؟ اللي هو الخس بالدياي التايلندي. حلو لفاية في الخس بالدياي التايلندي داي تشيكن. المهم انزل مهم تعرفونه بالعربي. خلنا نشوف شنو المقادير اللي عندنا. طبعا كل المقادير بتكون على الشاشة. أهم شيء عندكم الدياي، صدور الدياي، أوكي؟ بعدين ننتقل حق الخس، تأخذون اللي هو الخس الكبار هاي الطوال يعني. بعدين رويكم شلون بنحط الدياي فيه. عندكم الملفوف البنفسجي، شوية شكر، وعندي اللي هو فول السوداني وعسل، وبعد اللي هو الصلوم احنا نسميه فول السوداني. وفول السوداني هاي الكريمة وهاي العادي، وعند السمسم حق التزيين، ماي الحار، سوي صوص، ويا بصل أخضر. أنا اليوم بعد استخدمت وياه اللي هو الليمون جراس اللي هو عشبة الليمون. حلو تايلنديين وايد يستخدمونه، نكهة حلوة وقوية. وعندي ثوم وزنجبيل وما أنسى الليمون. يعني هي فيها وايد مكونات بس صدقوني بيطلع لكم يلا. ممتاز سهل. يلا في البداية أنا جهزت الدياي. طبعا الدياي تطبخونه بس ويا ملح وفلفل، ما يحتاج لا بصل ولا ثوم ولا شيء، وتخلونه بس لا تطبخونه زيادة عن اللزوم. أنا جهزته إنزين، بضيف وياه اللي هو الملفوف البنفسجي. على ما يطبخ وياه إنزين نخليه على صوب لما شوي ينخلط ويا الدياي. نجهز الصوص، الحين نجيب الملة، عندنا اللي هو الصوص، نضيف طبعا كل المقادير بنحطها اللي عندنا اللي هو الفول السوداني. انزين تنتبهي حق الدياي بسوي لك الصوص. لا تحاتي هذا اوريدي اوكي، هاي اذا طبختي بروحش بتسوي. زين الصبر. انزين وعندنا اللي هو فص ثوم بنحط،
ما ندقه ولا شيء؟ لا ولا شيء، احنا بنروج شلون. طبعا تقدرون تستخدمون الخلاط او برويكم الماكينه. عندكم شويه سوي صوص، وعندك العسل، ضيف العسل. انا بعد بضيف اللي هو البصل ويا عشبه الليمون. اي كامل. اوكي، وشنو عندنا بعد؟ الزنجبيل. وانتي الليمون قصي نصين، عطينا شويه عصره من هاي. طبعا هاي الزنجبيل تبشرونه، انت عصريها. ايوه، اوكي اي تمام. ولا ازيد؟ لا لا خلاص تمام. بعدين عندكم اللي هو شويه شكر. ريحته خنينه وايد، هذه عشبه الليمون ريحتها اي شيء خطير، والزنجبيل بعد. انزين، شو تسوون بعدين؟ عندكم حتى الخلاط مثل ما قلت لكم، ان انت تحطون هالمقادير كلها وتخلطونها. انتم بتلاحظون ان الخليط بيكون شويه ثقيل بسبه اللي هو الفول السوداني. فشو تسوون؟ تقومون تضيفون وياه شويه ماي حار لين ما تحسون ان كل شيء انخلط ويا بعض، يعني تحسون النوع اللي صاير معجون كذي ناعم. زين، خلينا نجرب. نخلطه بالماكينة الحين. عندي انا هني شوية ماي حار. تضيفونه طبعا ذي، يعني مثلا ضيفوا ملعقة ملعقة. اي تشوفي هاي قلبتي على قولتهم. هني لان ابي افرم الثوم والزنجبيل. اوريدي شايف الصوت انت؟ ترى عندنا اقل من دقيقتين. خلاص، اصلا بقول لكم هاي ما يحتاج ينطبخ وايد، لانه اوريدي بس مجرد انه يعطينا اكثر. خلاص كذي اوكي. خلينا ننزله هاي هني، نضيف الخليط على الدياي. خلينا نبرز الخس. ايوه الخس، هو يعني يستوي قوارب الخس، او حتى مثلا تقدرون تاكلونه ويا العيش، بس على اساس انه اخف فخلوه مع الخس احسن، تغير شوي عن العيش. هاي بس عطوه كذي خلطه خفيفه على اساس بس ينخلط ويا الدياي ويا الملفوف. شلون كذي اسخن الخس؟ اي اوكي. عطينا الملقط. ملقط وين الملقط هذه؟ ايوه. انزين خلاص، حطيهم، حطي شويه في كل خسه. ايوه، تقدرون تضيفون اللي هو الفول السوداني نفسه بعد ويا الخلطه، اللي ما يحب ما يحتاج، او ان انت تخلونه اخر شيء مع التزيين، يعني ويا السمسم. هاي طريقه اللي هو تزيين الاسيويين. انا بخليك انت تزينين لان انا سيئه في هالبورت. بالعكس، يعني شوفوا اهم شيء صراحه الطعم، انا ما يهمني شكل وايد. وتزينونه عنك عشان عقب شوي نشوف نتيجه التصويت. يعطيك العافيه. الله يعافيك، مشكوره يا نيله. خلاص زينونه بالسمسم ويا الفول السوداني وبيطلع لكم بهاي الشكل. تقدرون حتى تلفونه وبس، ويكون هاي طبق متكامل. يلا خلينا نشوف النتيجة وياك. تصويت. شكله وايد لذيذ. نرجع نذكر بسؤالنا اليوم، هذا طبعا الشكل النهائي، صدق شكله لذيذ. لفائف الخس مع الدجاج التايلندي. علمناكم شيء جديد. يلا خلينا نشوف نتيجة التصويت عشان ناكل ساعة. شنو كان السؤال؟ هل تساعد زوجتك في أعمال المنزل؟ شوف السؤال. شنو النتيجة؟ نعم 71%، لا 29%. شو رأيكم؟ 71%.
لا والله زين يعني إن في تفاعل وفي وفي نسبة كبيرة إنه ما يساعدون الزوجة أو المرأة في أعمال منزلية وهالشيء. شيء يسعدنا أكيد. بالضبط أنا مثل ما قلت لكم إن هالشيء حلو إنه خصوصاً هالأيام إن الرجال فهم أدوار الزوجة في البيت فحب إنه هو يدش معاها وشيء وايد حلو حق الترابط الأسري. صح يمكن الحين لأن يعني الأزواج يبون الموظفات إن يكونون زوجاتهم فلازم يساعدونهم أكيد. وجهات النظر تختلف بين موافق ومختلف لكن في النهاية شيء حلو إن الرجال يأخذ المبادرة ويساعد زوجته ومثل ما تعلمنا من ديننا الإسلامي المساعدة بين الزوجين لها دور كبير في زيادة الود والرحمة والتكافل الأسري. نشوفكم باكر إن شاء الله. مع السلامة.